Edamia al Arabia, Teshmel Musaha Shahasa, Min Afrika El Shamaria, Ida Al Shaka El Sot. Watahatui Katir Athakafat Fiha. Min Adula al Arabia, Fi Ida Amerika Au Oruba, Yahafa Dun al Atakarid Al Maharia. Midal tabekh al atama al takalidiya. Fi hada muqabla nisal ithnain min al khabara an bad al wasfat al namurjiya wa akhmiya wa kamiya al makawalat al takalidiya binisba al mahajirin. ما تجربتك مع ثقافة عربية؟ عشت في المغرب حوالي 3 سنوات، في مصر 1.5 سنة، وفي بلاد الشام أنا كنت بين عمان وبيروت تقريباً 1 سنة. كنت بشتغل، بدرس، عملت بعض الأبحاث عن مجال حقوق النساء و حقوق المرأة، وكمان أبحث عن تاريخ الأكل ومأكولات والطبخات والمطبخ المصري والمطبخ المغربي وما إلى ذلك. عندما جئت إلى أمريكا للمرة الأولى كان عمري 22 سنة. زرت بلد آخر في الدول العربية؟ نعم، عشت وعملت في المغرب. هناك بعض الاختلافات، ولكن الاختلاف الذي أتذكره الآن هو أن الأكل في المغرب يستخدمون السكر مع الملح في نفس الوجبة. كمان في المغرب الأكلة الشعبية هي الكسكس. من كل المأكولات، ما هي مأكولاتك المفضلة؟ أنا بحب أي شيء مع البط أو الحمام. في شيء مع الحمام وفريك في مصر، بحب هذه الطبخة. وكمان في شيء اسمه الرفيسة أو الرفيسة في المغرب، وهذا الطبق يعبر عن الثقافة والمطبخ في الأرياف في المغرب. و في هذه الطبخة نوع من الخبز، نسمن خبز مع سميد وزبدة ودقيق وحمام والعدس وشيء اسمه حلبة، من وعنده ذوق يعني قوي وممتاز يعني رائع. أحب الشاورما والفلافل المصرية، وهي مختلفة عن الفلافل الشامية بالمناسبة. كيف؟ فالفلافل المصرية تصنع من الفول، ولكن الفلافل الشامية تصنع من الحمص. تطبخ وصفات من مصر في أمريكا حاليا؟ نعم، في بعض الأحيان أطبخ وجبات من مصر، وفي أحد المرات أتذكر كنت في بيت اللغات وطبخت نفس الوجبة، كنت مع طارق والطلاب من العام الماضي. هي أكلة اسمها ورق العنب. أتذكر أن بعض الناس من اليونان يعملوا الجريب ليفز، ورق العنب، ولكن أظن أن يستخدموا شيء مختلف يضعوه في داخل ورق العنب. ففي مصر نضع الأرز والطماطم و بعض الخضروات والبورسلي والكرفس والجرجير ومثل هذا. أنا بطبخ كل شيء. أنا بحب الطاجين المغربي مع دجاج ونوع من الليمون مخلل، يعني ليمون مع ملح والماء ومع زيتون. أنا بعمل كوشري مصري في أمريكا، والبط المصري. ما دور الأكل العربي في
الحياة الاجتماعية والثقافية؟ في بحثي يعني أنا شخصياً أنا يعني باحثة في تاريخ المرأة في القرن العشرين يعني في شمال إفريقيا. فبالنسبة لي أنا شايفة إنه دور المأكولات والمطبخ عبارة عن تغيرات في تعليم المرأة. على سبيل المثال في أول القرن العشرين في مصر ما كانش أي كتب عن الطبخ والطبيخ والمطبخ للمرأة، وفي وسط القرن العشرين يعني صارت كثير من كتب عن الطبخ للمرأة. فالآن في مصر شايفين اندماج من الطبخ الأوروبي والطبخ اليوناني، الطبخ التركي، الطبخ الشامي، يعني كل شيء دخلوا إلى المطبخ المصري. يعني تغيرت الثقافة، تغير وعي الناس عن طبخات من ثقافات أخرى. وعلى سبيل المثال صلصة بشاميل شيء يعني يأتي إلى مصر من المطبخ الفرنسي، والآن موجود يعني في كل مطبخ في مصر يعني عادي. فهذا نوع من الترجمة بين ثقافتين. ونفس الشيء يعني في شمال المغرب مثلاً في تطوان وطنجة في اندماج بين المطبخ الإسباني والمطبخ المغربي. في رأيك لماذا الأكل التقليدي مهم في جاليات عربية؟ لا أستطيع أن أتكلم عنها يعني من تجربتي الشخصية، ولكن أنا سمعت، أنا عملت مقابلات كثيرة مع مهاجرين من المغرب من مصر في أمريكا، و المأكولات لها أهمية كبيرة في التمسك بالهوية بشكل يومي، بشكل ملموس، بشكل يعني بشكل إيجابي. على سبيل المثال الطبخات يعني شيء يربط عائلة في أمريكا إلى ذكرياتهم، وكمان يعني أذواقهم وبهارات وأدوات الطبخ مثل على سبيل المثال الكسكاس المغربي. الكسكاس يعني شيء من أدوات المطبخ يعني أواني المطبخ ليطبخ الكسكس، والمهاجرين من المغرب بيجيبوا الكسكس والوصفة والذكريات بالإضافة إلى الكسكاس نفسه. فالحياة اليومية في المطبخ يعني يعبر عن الثقافة بكل هذه التفاصيل. أظن أن الأكل التقليدي مهم في الجاليات العربية، لأن عندما ينتقل الناس من الدول العربية إلى البلدان الأوروبية وأمريكا فهم يشعرون بالغربة أحياناً، لأنهم يفتقدون بعض الأشياء من وطنهم، ومن ضمن هذه الأشياء المأكولات، طبعاً المأكولات والملابس. وأظن أن أفضل طريقة للشعور أنك في الوطن، أنك في بلدك الأصلي، هو عن طريق المأكولات، خاصة أنها موجودة في كل مكان. ف ورق العنب مثلاً هو موجود في كل مكان، الأرز والمكرونة والبصل موجودة في كل مكان. هي طريقة التحضير هي التي تختلف من وجبة لأخرى. أي مكان فيه فلافل أحسن؟ أوكي. فجربت بعض المحلات في منطقة واشنطن وفي فيرجينيا، وفي رأيي هناك محل للفلافل في جورجي تاون اسمه فلافل إنك.
بالنسبة لي في رأيي بالنسبة لي هو أفضل محل للفلافل في منطقة واشنطن.